بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مولاي صاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس ملك المغرب نصره الله وأيده. الموضوع رفع الضرر لفائدتي أنا وأسرتي. عادل العقة ذا ذو رقم وطني H317610 وعندي 37 سنة وأب لعائلة من ثلاث أطفال. القاتل سابقا المركب السكني شرف مجموعة 4 رقم 2 عمارة 2 رقم 803 سيدي مؤمن الدار البيضاء ضد السيدة صاحبة الشقة فاطمة مفريح الساكنة بحي سيد الخدير زنقة 4 رقم 15 حي الحسني الدار البيضاء. سيدي دامت لكم العزة والمهابة، لقد تم اقتحام واعتداء على حرمة بيتي في غيابي المؤدية إلى تشرد عائلتي بأكملها بدون وجه حق بعد المعاناة الطويلة منذ شهر أكتوبر إلى اليوم، وأنا أعيش حالة تشرد رفقة أسرتي التي بها ثلاث أطفال أكبرهم لا يتجاوز 5 سنوات وأصغرهم لا يتعدى 60 يوما لاستيلاء على شقتي التي أكتريها الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه. رغم وجود أمتعتي وأفرشتي وكل ما يتعلق بي وأسرتي وحتى العقد الكراء الذي لم ينتهي صلاحيته إلا بعد شهرين من وقت هذا العمل الإجرامي من طرف مالكة الشقة المسماة فاطمة مفريح القاطنة بحي سيد الخدير رقم الزنقة 4 رقم المنزل 15 رفقة بنتها واثنين من أبنائها دون مراعاة القيم الإسلامية ولا القانونية، حيث تقول أمام الملأ أنا كناخذ اللي بغيت بيدي وأنت سير فين بغيتي ونحن لا يخفى علينا ماذا نفعل، ولكن نحيا ونموت تحت سيادة القانون ونؤمن بنزاهة وصرامة العدالة. وعاش ملكنا محمد السادس ملك الوحدة المغربية الذي نحن عنده سواسية وأمام القانون. وحينها قمت بوضع الشكاية لدى الوكيل الملك المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 17 أكتوبر ذات تحت رقم 16917-3101-2014 لكن دون جدوى إلى اليوم. وأنا الآن أصبحت معطل عن العمل نتيجة التفكير الدائم في هذه النازلة التي بدورها خلفت حالة نفسية حادة مكتئبة. لذا أتوجه إلى سيادتكم الأخذ بعين الاعتبار في 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 قضيتي هذه. إيوا اش درت لك هذيك المرأة؟ هذيك السيدة سيدي منها الله عز وجل من الله تعالى. هذيك النهار مشيت عييت مع الوالدين ديالي، جيت كنقلب الباب ديالي نهار 15/10/2014 كنلقى الباب مبدل لي ساروس. عيطت للولد ديالي قلت ليه شكون اللي دار هادشي، قال لي ما عرفت الله اعلم. الغد نهار 16/10/2014 كنتلاقى مع الصديق المسمى هاني سعيد، هو اللي اكد ليا صحه الخبر بان مولا الدار هي اللي جات بدلت القفل. ما عرفتش شنو السبب لحد الان، رغم انني انا كنت في عيد كبير تزيرت شويه وكان عندي شي غان كان عندي شي فلوس كانت عطلت ليا، بعت الصالون ديالي. هاد الصالون بعتو وخليت رغم قبل ما يعيط ليا الاب ديالي، فاش عيط ليا خليت الفلوس تما وخليت المسائل ديالي ومشيت عيط. جيت لقيت الباب بدل لي القفل، بقيت كنعيط. مشيت عندهم، مشينا عاوتاني نهار 17/10/2014 عيطنا لي واش دير واحد المساوم الانسان كيغلط واحد باش نتصالحوا. هذا كتجي البنت ديالها وولادها باغي يدوروا عليا وبغى يتكرفس عليا، رغم كل ما كانوش الناس كلها وقعت شي حاله ديال شي جرم. ومن ثم انا مابقاش عندي الثقه باش انا باش نرجع للدار. وهذاك درت شكايه عند وكيل الملك وخليت المسائل ديالي وانا تبعت القانون الى حد اليوم. وانا داكشي غنحمد لا اله الا الله وصافي. انا كنعيش واحد
لا اله الا الله وصافي. وخلصتي لها الكرا وكل شيء كل شيء مزيان. خلص لها الكرا وخلص لها الكرا. هاد السيده شنو كتقول؟ بانه غاد ما عادش هاد شي وحده في عائلتها باغي تسكنها ولا ما عرفت شنو، وخلاتني انا هكاك ديك الساعه بغيت تكري باغي تسكن عائلتها ما تكريش الدار. وانا باقي انا دخلت للدار وباقي عندي الكونترا، كنت قاد الكونترا ما كاينش مشكل، حنا باقي الكونترا وحنا متوقع عند الكونترا ديالنا، وبقات هي ودارت داكشي اللي بغات وكتقول لك انا ندير اللي بغيت. وانا كنتحدى اي واحد كناخذ رزقي بيدي وكناخذ حقي بيدي. وحنا كنديروا حنا كنمشيو ضد القانون. وحوايجك فين كاينين دابا؟ كلشي باقي في الدار. دابا كبوط ما بقاش عندي معلقه، ما عنديش، كلشي في الدار. ولادي راهم ولادي مشردين مخليين، ما عندهم نساب، انا عايشة في السطح لا اله الا الله وصافي. دابا كتقول ما عنديش، المرا كتعيط لي كتقول لي دير لنا حل، كي غادي دير؟ ما عرفتش انا السيده شنو بغات عندي. تحويجي بقاو تما ورقيه سميتو دبلومات ديولي حويجي مش كنخدم، كلشي 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 توتو كلشي. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو، حسبي الله ونعم الوكيل، فلوسي كلشي بقى ليا تمايا. ولهذا اتجه لك يا مولاي باش تشوف دير تشوف بعين الرحمه وشوف انا انا راه الاشاره، راه الاشاره، راه اي استفسار، لانني انا مظلوم وهاد الناس خداو لي حقي وشتوا لي عائلتي، دعيتهم الله عز وجل. هادشي اللي غنقول. ومشيتي للمحكمه؟ مشيت للمحكمه سيدي، درت شكايه. ها انت شحال مره انا كان كنمشي وكنجي. ها نهار 17 اكتوبر 2014 عاوتاني رجعت عندهم نهار 27/10/2014. هاي عاوتاني 27/11/2014. شوف هنا عاوتاني شحال من مره انا كنمشي وكنجي، مشات هنا. رغم انني ما كانش واحد تميت العنوان، درنا واحد الشهاده اداريه، هاي واحد الشهاده اداريه هي اللي تثبت لنا العنوان. وهاد الناس هادو لا اله الا الله، الشهادات الاداريه هي اللي تثبت فيها العنوان، ودرنا هاد الشهاده الاداريه هي اللي عاونتنا شويه. رغم هكاك انا باقي كنطلع وكنهبط، الولاد ديالي تشردوا، كلشي تشرد. الله يسول فيهم الحق، الله يسول فيهم الحق، الله يسول فيهم. مؤخرا حنا تال دابا هني بتاريخ 14/3/2015 يلاه تحالت المركز ديال الوفاق. فاش مشينا للمركز ديال الوفاق بقينا كنطلعو كنهبط، مشينا دوينا قالك السيد اللي عنده الدوسي راه خرج كونجي. مش هادشي ما لا اله الا الله. وانا باقي دابا كنحد الان كنطلع وكنهبط، ولادي في بلاصه وانا في بلاصه، لا خدمه لا هادي لا والو، ما بقيت عرفت اش غندير. دابا عاد كنعيش واحد الحاله نفسيه حاده، ما عرفتش شنو. لا اله الا الله هاد الناس، لا اله الا الله. رغم عاد داكشي الشيكات اللي بقاو ليا في الدار هنا، المسائل ديال الورق اللي كاين، كاع الحوايج ديالي كلشي، ها الحوايج ديالي شومبرا كلشي اشنو باقي فيه هنا، عاوتاني اغراض اخرى، تمن الدفتر ديال الجلبه، الدفتر ديال بنتي ايا اللي عندها 5 سنين، ديال ولدي ديال ابن ادم حتى هو، داكشي كلشي. ها ما وعلاش ما مشيتيش تجيب حوايجك؟ ما خلاونيش، حيت الا مشيت فرقعت القفل، مع انا خليت حوايجي في الدار. الا فرقعت القفل الا مشيت من هذاك درت ومشيت دخلت، داكشي اللي تهز ما بقاش عندي فيه حتى شي حق. قلت لي دخلتي، انا خليت القانون هو اللي ياخذ المجرى ديالو، حنا ولاد القانون. ها هو هنا، حتى انا جيت تشوفوا، ها انا كلشي غادي نبينو لكم هنا. ها هي هل بنيتها الاولى، ها هي عقا ايا، ها هي في الزيده في 2/1/2011، الوليد عقا ادم زيد في 12 زيد في 21/9/2012، الوليد الاخر ها هو يلاه تزاد مي با ما عندو حتى 60 يوم، نهار لو 21/1/2015 عباد الله. المرأة عندي حامله، ما لقاش طلع وتهبط مع الدروج، تمشي دا وقدام امور وكيكذبو، ما عرفتش هاد الناس اشنو بغاو معايا، ما عرفتش. ها انت ها الورقه ديال الجلبه، ولدي يلاه شتو 3 مرات هما اللي شتو، عاد النساب كنبغي نشوف ولادي تنساب دايرين، ما عرفتش هاد الناس هادو اشنو بغاو معايا. زعما انا كون ما لقيتش هاد الناس ولادي فين غنديهم؟ الحمد لله ونشكره، لقيت نسالي بعدا راه وقفوا معايا وشدوا لي وليداتي، هما كون ما لقيتهمش. ها انت انا غنجبدو الفاكسيناسيون الاخر باش تعرفوا اشنو كاين. ها هي الفاكسيناسيون الاخرى، تل تل تا
هي هنا الاولى، الاولى كانت في لو ان، كانت كانت الاولى في لو في لو 11/2/2015 ها 31/3/2015 هنا دازت، هنا الجلبه الثالثه هاي في هذا الدغ الصغير بقي الله تزاد عليه. هاي الشكايه اللي درت، الشكايه هي هذه، ها هي فين هي باقي كنطلع وكنهبط لحد الان. هاي الشكايه درنا طلب ارجاع الشكايه الى الشرطه مع ثبات العنوان، وانا باقي كنطلع وكنهبط. علاش ما عرفتش واش الطيره، الله اعلم الله اعلم. هاد الناس حنا دابا حنا كنعيشوا وكنحياو تحت سياده القانون، حنا ولاد القانون حنا باغيين الا القانون. انا بغيت ناخذ حقي بالقانون. الحمد لله ولله الحمد، الحمد لله على على كل على على هذا الشيء. انا ابتلاء من الله عز وجل، ولاني هادشي اللي معطى الله. انا كنعيش واحد العيشه، واحد العيشه اللي يغتالها، واحد العيشه لا اله الا الله وصافي. هادشي اللي انا مشغل واحد الدرجه ما كتصورش، لا ولات تصور تحويجي ما عندي تملبس ولا اله الا الله. هادشي اللي كنقول. ايوا نوز اسبيرون كو لو روي اي فا فوز ايدي ان شاء الله. اللهم يسر، اللهم الله. امين يا رب العالمين. او موا كي فاس بوجي لي شوز. اي نوتر روي سي لو ميور روي سور سيت بلانيت. هذه المساله لا شك فيها. الحمد لله ونشكره اللي عندنا ملك شاب. الحمد لله ونشكره اللي عندنا ملك كياخذ بالحق. الحمد لله ونشكره اللي عندنا ملك يا ربي يطول لي عمر ديالو. هذه من القلب الخالص. الحمد لله ونشكره اللي عندنا ملك زعما. الحمد لله الحمد لله. يا ربي يطول له في عمره، يا ربي تبعد عليا تبعد عليا اي ضرر. يا ربي يطول لي في عمره، يا ربي يا ربي. هادشي اللي كنقول. ويا ربي تخلي لي العائله ديالو، ويا ربي تيسر لي في كل من هو بغى. يا ربي يا ربي. اللهم امين يا ارحم الراحمين. آمين. وشكرا. اي موا كي فيلم جو سوي فوني دو فرانس بور ابيتي او ماروك باسكو اون ان بون روا. الحمد لله. والله. الحمد لله الحمد لله. انا هذا هو بيت القصيد. علاش انا درت هاد الشكايه؟ سبحان الله. وجهت الله عز وجل، وجهت لسيادتكم يا سيدي يا مولاي، لان نعرفك غادي تاخذ الحق ديالي، ما تخلينيش مظلوم، انني مظلوم انا والوليدات ديالي. والله العلي العظيم لان مظلوم، وظلموني هاد الناس هادو، ودعيتهم الله عز وجل. انا كنخلصها وكتاخذ الفلوس ديالها، تاخذ المسائل ديالها كامله، رغم ان واحد القضيه محرش عليا العجيران وما عرفتش. مؤخرا كدور كتقول لهم يلاه شهدوا لي بالزور. تقول لهم يلاه شهدوا لي وندور معاكم نعطيكم فلوس. وخص الله يسولها فيها الحق. وخص تقول عاود واحد الحاجه، ما كتطلبش الملك باش يعطيك شي كريما ولا شي حاجه. لا لا ولا لا شي لا حاجه، كنطلب من حقي. غير الحق ديالك. حقي داكشي اللي كنطلب. هادشي اللي كاين. كنطلب من الحق، كنطلب حقي. كنطلب حقي. هادشي اللي كاين. انا غادي مشغل. لا سكنة لا مأوى لا والو. هادشي اللي كاين. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يزيد، الله يزيد في عمر سيدي. الله يطول عمر سيدي. دامت لهم النصر والتأييد والعزة والجلال. وشكرا.